بشكل عام نتائج لوبريف كانت عند توقعاتنا تقريبا. الشركة حققت حوالي 299 مليون، احنا توقعاتنا عند 300 مليون. بشكل عام أهم عامل ينظر إليه المستثمر في نتائج أرباح لوبريف هو هامش التكسير، لأنه هو الدافع الرئيسي لأرباح الشركة. هامش التكسير كان تقريبا عند 481 دولار، مقارب جدا لتوقعاتنا. بشكل عام الهوامش التكسير في العام الماضي كانت جدا مرتفعة وكانت ممكن غير مستدامة، لذلك نشوف انه في انخفاض كبير عن العام الماضي، ولكن هذا لا يعني بالضرورة انه الارباح ضعيفة او انه مستقبل الشركة غير واعد. احنا بشكل عام يعني بنفضل شركة لوبريف، بنتوقع انه رغم انه الهوامش التكسير المستدامة عند حوالي 280 الى 480 الى 490، هذه هوامش مستدامة، ولكن المهم في الموضوع هو النمو في الكميات، وذلك بدعم من الالوكيشنز او الكميات الفيد ستوك اللي بتجيهم بشكل مستمر، وبذلك بيكون في نمو اكبر في المستقبل غير المشاريع التوسعية اللي بتحصل. وما التوسيع على السهم بعد صدور النتائج؟ احنا توصيتنا زيادة وزن على سهم لوبريف، والسعر المستهدف حوالي 150 ريال. إياد، دعني أنتقل إلى سوليوشنز. سوليوشنز كان عندها نمو قوي ب 33% في الأرباح الفصلية، ولكن في كان عوامل غير مكررة هي ناتجة عن التخلص من أحد أصول الشركة، وبالتالي كيف تقيمون النتائج إذا استثنينا هذا العامل؟ بشكل عام نتائج سوليوشنز كانت يعني جيدة، قريبة جدا من توقعاتنا وتوقعات المحللين. بشكل عام اكيد انه يعني الون اوف جين اكيد انه بيساهم في نمو الارباح وبيعزل يعني النتائج بشكل عام، ولكن يعني احنا يعني حتى اصدرنا توصيه يعني نهايه الاسبوع الماضي يوم الخميس بالمحافظه على الحياد، لاننا نعتقد بشكل عام انه النتائج صحيح هي عند التوقعات، ولكن الشركه الان يعني نموها يتماشى مع نمو القطاع اللي هو تقريبا 9%، قطاع واعد اكيد جدا ولكن يتماشى مع نمو القطاع. الاهم في الموضوع هو الضغط على الهوامش، يمكن هذا اهم نقطه نركز عليها في النتائج، هو الضغط على الهوامش اللي بينخفض من العام الماضي بسبب حده المنافسه. فالشركه بين يمكن عاملين، اما زياده الحصه السوقيه والضغط زياده على الهوامش، أو أنه تخفيض الحصة السوقية مع المحافظة على الهوامش. فأعتقد أنه الأقرب هو المحافظة على الحصة السوقية مع الضغط على الهوامش، وهذه توقعاتنا مستقبلا، وبالتالي حيكون في لحد ما يعني الربحية حتكون في حدود 8 إلى 10% مستقبلا. أنتم التوصية نيوترال على السهم، وسعر مستهدف أقل من سعر اليوم عند 284 ريال.